بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وهذه الحلقة الثانية من دورة الاستعداد لرمضان أو كيف نستعد لرمضان. طهر قلبك من حب الدنيا استقبالا لرمضان، فقد زيان الشيطان الدنيا وزخرفها في قلوب كثير من الناس، فركنوا إليها واطمأنوا بها وعدوا عليها بنواجذهم. هذا حال كثير من الناس للأسف، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، صلى الله عليه وسلم. ففيها يعادون وعليها يتنافسون ومن أجلها يتباغضون ويتحسدون. للأسف ده حال كثير من الناس، تبص تلاقي واحد معادي يعادي أخاه من أجل الدنيا، يعادي أخته من أجل الدنيا، جار ما بيكلمش جاره من أجل هذه الدنيا، تنافس على أمور الدنيا. واحد شاف واحد عنده سيارة يتمنى أنه يكون عنده سيارتين مش سيارة واحدة عشان يكون أفضل منه في الدنيا، ومن أجله يتباغضون ويتحاسدون. ولقد نفذ فيهم إبليس خطته حيث قال فيما حكاه الله جل وعلا عنه: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ولو عرف الناس حقيقة الدنيا ما أقاموا لها وزنا، لأن معلوم أن يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، رجل سمين ومع ذلك لا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. الدنيا دي مش هتنفعك أبدا عند ربنا سبحانه جل وعلا. ولو جعلوا لها في قلوب ولا جعلوا في لها في قلوبهم مكانة، لو هم عارفين حقيقة الدنيا دي، ولا على ألسنتهم ذكرى. ولذلك قال الله عز وجل مبينا حقيقة الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اسمع بقى الجاي، مثل الدنيا ربنا شبهها بإيه؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شفت الدنيا؟ هذا أوضح مثال في كتاب الله تبارك وتعالى على حسب ظني، يعني حسب قراءتي في كتاب الله عز وجل، وجدت أن هذا أوضح مثال يبين هذه الدنيا. الدنيا لعب، لهو، زينة، تفاخر، الناس كل واحد بيتفاخر على الثاني، تكاثر في الأموال والأولاد. والله تبارك وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لذلك أيها الأحبة، اشتملت الآية على أطوار الناس. أطوار الناس إزاي؟ أصول أطوار أحد الناس في تطور كل واحد منهم. اللعب هو طور سن الطفولة والصبا، واللهو طور الشباب، الزينة طور الفتوة، التفاخر طور الكهولة، التكاثر طور الشيخوخة. شفت الدنيا؟ هي دي الدنيا. تأمل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم إنها متاع. انظر إلى قلبك، هل هذا القلب متشبث بالدنيا؟ انت قلبك الدنيا الغلبة على قلبك ولا الأخيرة الغلبة على قلبك؟ انظر إلى قلبك، هل هذا القلب يؤثر الدنيا على الأخيرة؟ كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. شوف ربنا بيقول لك ايه وانت ما زلت متمسك بالدنيا. ربنا بيقول لك انت بتؤثر الدنيا والآخرة خير وأبقى، هي التي تنفعك عند الله جل وعلا، يعني أعمال الأخيرة. يعني مدح الله تبارك وتعالى الأخيرة بأمرين عظيمين: خير وأبقى، خير وأبقى. فالأخيرة خير من الدنيا، حسنتها، أجورها، متاعها في الجنة
إن رزقك الله تبارك وتعالى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. طيب وأبقى يعني أبقى يعني الدوام، لأن الدنيا مهما ملكت فيها، مهما كان عندك فيها من عقارات وعندك فيها من أموال، من المال سترحل عنك، من الوظائف ستزول عنك، من الجاه السلطان المتع، فهي فانية وأنت راحل عنها. وأما الآخرة قال الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. تعرف يعني إيه خالدين؟ يعني ماكثين، حياة بلا موت، حياة دائمة، متاع دائم. أخي الكريم، أختنا الكريم، انظر إلى قلبك، فقد يكون قلبك متعلقا بالدنيا وأنت لا تدري. كيف تعرف أن قلبك قد تشبع بحب الدنيا وآثرها على الآخرة؟ تعرف إزاي؟ انظر عند أوامر الله جل وعلا، ماذا يكون حال قلبك، حال قلبك مع أوامر ربنا إيه؟ لما بتسمع الأمر من ربنا تبارك وتعالى تسارع إلى الامتثال والائتمار بما أمر الله جل وعلا والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى، ولا برضو بيكون عندك إصرار على الدنيا وأعمال الدنيا والاجتهاد في الدنيا؟ ماذا يكون حال قلبك حينما ينادي المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ هل ستترك دكانك، متجرك، وظيفتك، عملك وتهم إلى الصلاة؟ بتسيب أعمال الدنيا كلها وتذهب للقاء ربنا تبارك وتعالى، فأنت حينئذ تؤثر الآخرة على الدنيا. انظر أيها الحبيب، هل أنت إذا تقدمت إلى وظيفة مرموقة لكنها تحتاج إلى رشوة، قال لك أنت هنشغلك في المكان ده وهي وظيفة راتب عالي قوي وجميل، بس للأسف هتضطر أنك أنت تدفع رشوة عشان تدخل الوظيفة دي، رشوة محرمة الوصول إليه. هتبدأ تدور على شيخ كده وعالم يحلل لك الرشوة والكلام ده ويقول لك الضرورات تبيح المحظورات، ولا حالك إيه؟ هل ستؤثر الدنيا على الآخرة وتدفع الرشوة، أم تقول حتى لو ظللت فقيرا طيلة حياتي لا يمكن أن أفعل معصية أبدا؟ حالك هيكون كده؟ ده أنت لو وصلت للدرجة دي يبقى أنت ما شاء الله على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. انظر إلى قلبك، وانظري إلى قلبك، هل أنت تتعامل بالربا؟ هل أنت تتعاملين بالربا؟ انظر إلى قلبك، هل أنت ممن يؤثر لذات النوم على قيام الليل؟ هل أنت ممن يؤثر الطعام وكثرته ولذاته على الصيام؟ انظر إلى قلبك، استعد لرمضان لتطهير قلبك من حب الدنيا. لازم أنك أنت إن شاء الله في استعدادك لرمضان تطهر قلبك من حب الدنيا، شيء أنت لو ما طهرتش قلبك من حب الدنيا مش هتكون في رمضان، يعني هتكون من الراسبين للأسف. هذه الدنيا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم. النبي عليه السلام ما كانش خايف علينا من الفقر عليه الصلاة والسلام، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتهلككم إيه؟ كما أهلكتهم. يبقى التنافس هيصير على أمور الدنيا وخلاص، وفي النهاية أنت لو ما سبتش الدنيا، الدنيا هتسيبك. أخي الكريم، أختي الكريم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما ثبت في صحيح مسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ مالي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مكافر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن. أنت دلوقتي تقدر أنك أنت تتوب، بعد كده مش هينفع، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا. أسبوع واحد ويبدأوا ينسوك الأمر انتهى على كده، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. طهر قلبك أيها الحبيب من حب الدنيا استقبالا لرمضان، حتى يأتي رمضان فيجد قلبك قلبا طيبا مباركا، قلبا نقيا طاهرا يؤثر فيه الصيام والقيام إن شاء الله جل وعلا. أسئلة الدرس، السؤال الأول:
لم يخف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الفقر، وإنما خاف عليهم من الغنى. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم خافش علينا من الفقر وخاف علينا من الغنى؟ السبب إيه؟ نجاوب إن شاء الله في التعليقات أيها الأحبة. السؤال الثاني، هناك آية صور الله عز وجل فيها الدنيا، فما هي هذه الآية؟ معلومة هذه الآية رقم 3، الشيطان يزين للناس. اذكر آية تدل على ذلك، وفقكم الله عز وجل لما يحب ويرضى. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.